من هون لهون عندي نقطة تنتين، وهي قاعدة الحرف. هذا حرف الطاء، طيب عنا ببداية الكلمة كمان نفس الشكل، عندي هي خطوة وعنا الخطوة الثانية اللي هي قاعدة حرف الطاء. إذا كان بعدها حرف صاعد ممكن تكون بهذا الشكل، كمان ننزل الألف بهي الطريقة، هي حرف الطاء ببداية الكلمة مع حرف صاعد. طيب حنشوف حرف الطاء كمان متصل بوسط الكلمة، بوسط الكلمة كمان بتركب تركيب مع الحرف اللي قبله، كمان عندي نفس الخطوات، هي خطوة وعندنا الخطوة الثانية اللي هي قاعدة حرف الطاء بهذا الشكل، وبعدين أنا بنزل هذا الألف بحرف الطاء. ممكن نعطيها هذا الشكل. طيب عندي حرف الطاء بآخر الكلمة كمان متصل، كمان بدايته بيكون بهذا الشكل، وعندي قاعدة حرف الطاء بتكون بهذا الشكل، هي بآخر الكلمة متصل. وبعدين أنا بنزل، لاحظين وين نزل الألف؟ تقريبا بأول بدايتها كرسم لحرف الطاء. طيب حناخد كلمات ونشوفها بالكلمات. حناخد كلمة طارق، عندي حرف الطاء ببداية الكلمة، هي خطوة وعندنا هي الخطوة الثانية، هي الحرف الصاعد وعندنا الألف بهذا الشكل. عندنا حرف الراء مثل ما حكينا انه بدايتها على السطر وبعدين بتنزل عن السطر بمقدار نقطتين، وعندنا حرف القاف كمان هي كأس القاف بهذا الشكل، كلمة طارق. طيب كمان حنشوف في الطاء مع الراء كيف ممكن تكون كلمة مطرقة، عندي الميم هي خطوة وأنا بركب الطاء كمان تركيب بهذا الشكل، هي خطوة وعندنا الخطوة الثانية قاعدة الطاء مع وصلتها مع الراء. طبعا حرف الراء بهذا الشكل الفني مثل ما حكينا إلى شكلين لحرف الراء باتصالها مع الحروف. هي حرف القاف مع التاء المربوطة. هلا أنا ممكن مد حرف القاف لنعطيها كمان، نعطيها شكل فني، وعن التاء المربوطة كمان إلى شكلين نكتبها بهذا الشكل، هي مطرقة. طيب حنشوفها مثلا مع حرف الراء، بداية الكلمة متصلة مع حرف الياء بكلمة طير، كمان هي كبداية خطوة وعندي خطوة ثانية وصلتها مع الياء وبعدين الراء،
ممكن ننزل أنا الألف بهذا الشكل. طير والراء بتنزل عن السطر. هاي طير. مثل ما حكينا هي السطر، هذا قاعدة الحروف. لاحظين النسخ أغلب حروفه قاعدتها على السطر. هلا حرف الطاء على السطر بيكون قاعدته على السطر، إن كان بأول كلمة أو بوسط الكلمة أو بآخر الكلمة بيكون على السطر. حناخد كلمة تانية، مثلا كلمة خطاط، نشوف الطاء بوسط الكلمة وبآخر الكلمة مفردة مو متصلة. هنكتب كلمة خطاط، هي وصلتها مع حرف الخاء. عندنا حرف الطاء بوصلتها مع حرف الخاء، كمان تركيب. عندي هي خطوة، وأنا ممكن إذا بدي مد حرف الطاء، فعنا هي خطوة بمد قاعدة حرف الطاء اللي هي قاعدتها على السطر، ناخذها بهذا الشكل. وبعدين أنا بنزل ألف بهذا الشكل. ملاحظين التوازي الألف مع الألف. وعندي حرف الطاء اللي بتكون بآخر الكلمة، هاي خطوة. وعندي قاعدة حرف الطاء كمان خطوة تانية. كمان ننزل الألف حرف الطاء. ملاحظين هذا التوازي بالألفات ونفس الارتفاع. طيب حنكتب كمان كلمة خطر، الطاء وصلتها مع الراء بوسط الكلمة. هي الطاء وكمان بنعطيها مد. وننزل بحرف الراء لتنزل تحت السطر بمقدار نقطتين بهذا الشكل. كمان بننزل الألف تبع حرف الطاء، هي خطر. ممكن إنه نضبط الحرف أو نعطيها تشكيل بهذا الشكل. شايفين كمان متعة هذا الخط بكتابته، هذا الخط الجميل الواضح اللي هو خط النسخ، اللي هو خط الطباعة الواضح المقروء، كمان هو يعتبر خط إعلاني. نكتفي اليوم بـ